فمهم جدا شرب الميه خصوصا بعد وجبه غنيه بالاملاح مثلا، حد كان رنجه ولا سبحان الله برضو لو حد كل وجبه غنيه بالاملاح الجسم بيخزن ميه لو ما شربش ميه كتير. ده حقيقي بيخزن جسمه والجسم يبتدي يورم، وده طبعا بيكون ليه تاثير ضار. مهم جدا شرب الميه ان احنا بيغسل الكلى طول الوقت، فما بيديش فرصه للحصوات تتكون على الكلى، ما بيديش فرصه لارتفاع نسبه الاملاح في اجسامنا. عشان كده احنا من خلال برنامجنا صباح الخير يا مصر بندعو الناس انها تحافظ على الميه كمان، يعني مش نهتم بس بشرب الميه، كمان بمناسبه اليوم العالمي للغذاء ان احنا نهتم بالحفاظ على الميه، لان للاسف الناس بتصرف في استخدام الميه بشكل رهيب جدا. اللي نلاقي الناس بتغسل مثلا العربيه بالخرطوم مثلا، طبعا ده شكل من خرطوم اصلا سايب في الارض كده ميه مفتوحه في الشارع، ده حقيقي. الحنفيه اللي بايظه في البيت، الحنفيه اللي بتنقط في مكان العمل، كل دي من مظاهر الاسراف اللي لازم ناخد بالنا منها ونحافظ على الميه. والدوله المصريه بتسعى جاهده في الفتره الاخيره ان هي توفر مصادر الميه، لان صحيح. حصه مصر من الميه هي 55 مليار متر مكعب، بقى لها عشرات السنين ما زادتش متر مكعب واحد. النهارده الدوله خدت خطوات ايجابيه في موضوع تحليه الميه ومعالجه الميه، وتقريبا احنا اصبحنا من المراكز الاولى على مستوى العالم في موضوع تحليه الميه ومعالجه الميه. وخدت دور كبير برضو الدوله في ان هي تبطن الترع والمصارف، لان كل ده بيوفر ميه. صحيح. فتوفير الميه ده من الحاجات الهامه جدا، لان احنا برضو مهم، لازم نوفر الوعي ايضا. يعني الوعي كمان مهم قوي يا دكتور، مش فكره يعني طبعا الدوله خلينا نقول ان هي عملت اللي عليها، لكن حقيقي. يبقى كمان وعي المواطن، لانه لو ما فيش وعي يبقى كل المجهود ده يعني راح على الفاضي. ده حقيقي يا أستاذة جمانة، لأن فعلا المية سر الحياة.